أنا دكتور علا سالم، سايكو ثيرابيست ولايف كوتش. أنا فرح، عمري 15 سنة، من سوريا. أنا منى درويش، متحدث تحفيزي بالطاقة الحيوية، مدربة وعي، مهتمة جدا جدا بأمور المرأة وبالعلاقات بشكل خاص. أنا بحب هدول الشغلات اللي هن على علم النفس وهيك، يعني أنا عندي اهتمام بهذا الموضوع شخصيا. الحقيقة ده برنامج مهم جدا جدا وكورس مهم جدا. الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت زعلانة قوي وأنا بسمعها إن المفروض كنت أعرف الحاجات دي من زمان جدا، بس معلش يعني متعوضة. هو غني عن التعريف طبعا أكيد. بس أصحابي كلهم ومدربين كتير زمايلي بيشكروا جدا جدا فيه هنا وفي كل في المنهج اللي بيقدمه دكتور أحمد، فده شجعني جدا إن أنا أجي. غير إن أنا متابعة أصلا دكتور أحمد على السوشيال ميديا، فلقيت إن هو ليه دماغ مختلفة تماما وليه منهج مختلف، يعني بيجيب العمق أكتر، يعني بيجيب من تحت قوي كده، فده اللي عجبني أكتر. ايه رايك في ادم وحواء؟ بصي هقولك على حاجه، انت عارفه لما يكون عندك موبايل، يعني افخم موبايل في العالم اللي يغنيكي عن اي حاجه الكترونيه في حياتك، وانت ما عندكيش كتالوج تستخدميه ازاي؟ عمرك ما هتستخدميه. ادم وحواء الكتالوج، كورس ادم وحواء، كورس بيرد الناس لفطرتها، الفطره اللي ربنا خلقنا عليها. ادم مخلوق ازاي وحواء مخلوقه ازاي؟ مهمة جدا ان كل طرف الاتنين يعرف التاني ايه فطرته، بيفكر ازاي، مشاعره ازاي. الحسبة دي مهمة قوي علشان الناس تبقى سعيدة مع بعضها. اللي انا عندي انوثة ازاي استخدمها، وان الراجل عنده ذكورة ازاي استخدمها، لاني انا بشوف ان دي من نعم ربنا اصلا علينا الفطرة. فانا عندي فطرة حلوة جدا وقادرة كفاية انها تعيشني في سعادة، بس انا مش عارفة استخدمها، مش عارفة اعيشها اصلا، ما اعرفش حاجة عنها. دكتور احمد قدم الكتالوج، حرفيا الكتالوج اللي 1 2 3 تبقى انت كده 100%. فكان مهم قوي قوي كورس ادم وحواء بالنسبة لي وبالنسبة لاي حد على فكرة، راجل او ست، ان هو يحضر. بحترم قوي امهات حضرت معنا جايبين بنات عندهم 15 سنة، احترمتهم جدا لان هم بيبنوا صح، بيأسسوا صح قوي ولادهم في فكرة مهمة قوي في حياتهم. ان هو مش بيدي حاجات جديدة، يعني هو بس عم يبين لنا كل واحد فطرته، وعم يرجع كل واحد لفطرته. يعني هو ما عم يقول لك اعملي شغلات جديدة لحتى تصيري عايشة انوثتك، او اعمل حاجات جديدة عشان تعيش ذكورتك، ان هو بس عم يرجعك على الفطرة الاساسية تبعك. اكتر حاجه نورت معايا ان مشاعر الراجل مختلفه تماما عن مشاعر الست. العلاقات بين الزوج والزوجه احنا فاهمين الدنيا غلط تماما تماما تماما، او خليني اقول اكتر الجواز في حد ذاته احنا فاهمينه غلط تماما. ان هي بتحب التفاصيل، هو بيحب الكونكلوجن كده، عارفين الحاجات دي كلنا، بس نوع المشاعر ايه بالظبط، هو بيفكر ازاي بالظبط، اول شعور بيتحرك عنده لما بيشوف انثى، وإيه أول شعور بيتحرك عند الأنثى لما بتشوف ذكر. ده بالنسبة لي كانت حاجة كان صعب أعترف بيها، بس لما اتقالت بشكل علمي كامل وتأكدت لي أنا معترفة بيها تماما. يعني لو عايز حد يحضر مش هقوله أكتر من إن أنت حريص على إنك تفهم أنت عايش إزاي وتوجه حياتك بإرادتك بنسبة 100%. عاوز تبقى سعيد او عاوز تبقى تعيس، انت تقدر توجه حياتك بنسبة 100%. العلاقات بين الزوج والزوجة احنا فاهمين الدنيا غلط تماما تماما تماما، او خليني اقول اكتر الجواز في حد ذاته احنا فاهمينه غلط تماما. انه قبل كنا كلياتنا اخذين هاي الفكرة تبع انه الام هي اللي لازم تطبخ وتهتم يعني بالبيت وبنظافته وفينا حتى نحن كأولاد. انه بعد الكورس انه اي صرت يعني بعرف انه هي مثلا عم تعمل هدول الشغلات انه كرم منها، او انه هي عم تهتم بالبيت وتهتم فينا نحن كولادها، انه كمان يعني شغله انه تنشكر عليها، مو انه واجبها او فرض انه هي هيك تعمل.